مساء النور، مساء الخير غزالتي. كديري لاباس عليكم؟ كديري الكبيدات؟ كلشي بخير اليوم ان شاء الله. واحد الجوله اللي غتكون خفيفه ظريفه في محل المنطوات الشتويه بمناسبه قدوم الشتاء. هذا العام كان عندنا البرد بزاف بزاف بزاف، كنعرف حتى في المغرب بانهم جاهم البرد بزاف قاص هذا العام، فضروري من شي منطوات اللي خصنا نتكبطوا فيهم ونحميو راسنا من هذا البرد. مهم على بنتي، جيت انا والزوج ديالي يعني العزيز باش اني نقدر ناخد واحد المونطو. صراحه اللي نشوفو هذا، هذا ماشي هذا، غنوريكم المونطو اللي خدا ليا راجلي. هذا البنات عاتو كي دايرين فنين 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 غزالين، حمقوني حمقوني. خديت هاد اللوين، هاد اللوين ماشي هذا، هذاك اللي موراه هو اللي خديته، عاتو مقطن من الداخل وزوينين. هاد اللون ما ديتهاش فيه وقيل انا، لا هاد اللون هو اللي خديت يا ربي وقيله، لا لا ماشي اللون اللي خديت خديته ما عقلش على اللون اللي خديت فيه. المهم البنات كنوريكم اللون ان شاء الله اللي خديت من هاد المارك انيساس اتشماني جملة فان. نشارك معكم المشاريات ديالي، صراحه في هذاك الشيء زوين وغزال غزال البنات، الثمن ديالو مناسب. والزوج الكريم خدا لينا مونطو بمناسبه راس العام، راس السنه كهديه. وصراحه عجبني بزاف، هذا هو اللي خديته البنات، هذا هو اللوبي اللي خديت، هذا هو المونطو اللي خديت انايا. قول لي الذوق ديالو كي جاكم، مقطن من الداخل ما كتحسوش بالسخون البرد نهائيا، وكذلك حتى في اللبسه ديالو جد انيق 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 بزاف. فبقيت حيره ما بين هذاك وهذاك، قال لي انت اللي اختاري، فانا خلى لي الاختيار راسي. صراحه لي مونطو كانوا غزالين.